السلام عليكم. الآن إن شاء الله بدنا ناخذ سؤال رقم 6 على نفس تشابتر 7. هذا السؤال بيحكي على سبايدر مان whose mass is 80 كيلوغرام. طبعا هون مش راسم للرسمة، خلينا نرسمها مباشرة. نعتبر هذا الشخص هو ايش؟ سبايدر مان، تمام؟ كتلته 80 كيلوغرام، إذا الماس تساوي 80 كيلوغرام. الآن is dangling يعني يتدلدل يعني معلق on the free end of a 12 meter long rope، معناه في عندك حبل وهذا الحبل مربوط بإشي معين. كم طوله؟ 12 متر. الآن the other end of which is fixed on a tree limb، معناه هذا شو اسمه على شجرة، تمام؟ by repeatedly bending، إذا هذا ثابت، هذا إيش؟ ثابت. الآن by repeated يعني بتكرار، by repeatedly bending at the waist، عم بثني حاله من جهة الwaist اللي هو جنبه يعني. he's able to get the rope in motion، فبلش إيش يتحرك. طبعا حركته كيف بدها تكون؟ ببلش هو يشد حاله أساس إنه يتحرك هيك هيك هيك، كل شوي عم بتزيد إيش نصف قطر إيش الدائرة، أو عم بزيد ارتفاعه عن الأرض، تمام؟ eventually getting it to swing enough that he can reach a ledge when the rope makes a 60 degree. في مكان معين هو بده يمسكه، فهذا المكان بحكي لك وصله لما صار الحبل كم مقداره؟ ممكن هيك ما صار. طبعا لساته طول الحبل 12 متر، لكن هاي الانجل كم عملها؟ 60 degrees. هل الان هون الارض، هذا الارث، هذا مستوى ايش؟ الارض. هلا لما يوصل لهون حيصير في عنده ارتفاع، هذا تعال الارتفاع نسميه ايش؟ اتش، تمام؟ الان بحكي لي how much work was done by the gravitational force on Spider-Man. دو يعرف الwork done by the gravitational force. هلا الgravitational force انا عارفها انها لوين؟ للاسفل، ايه FG، تمام؟ مقدارها طبعا هي الماس في الجرافيتي. هلا هذه اول اشي بدنا نشوف الwork done by the gravitational force. هلا فكروا فيها، إذا أنا بدي أعرف الـ force done by the gravitational force، يجب إني أعرف إيش؟ إني أعرف قديش هو ارتفع عن إيش؟ عن الأرض، تمام؟ ليش؟ لأنه المسافة اللي بتشوفها الـ gravity، قوة الـ gravity، ما بتشوف المسافة هاي، ولا إلها دخل بالمسافة الأفقية، إلها دخل بالمسافة العمودية، لأنه هو كان الجسم هون، وصار الجسم وين؟ على هذا الارتفاع. وإذا أنتوا شايفين، إحنا عارفين إنه الـ force للـ gravity فقط تتأثر بإيش؟ بالمسافة العمودية، ما إلها دخل بهذه المسافة. يعني لو بدي أخذ المسافة الأفقية، ما هو بتعمل لي المسافة الأفقية زاوية 90 درجة مع الفورس الجرافيتي، فبتطلع الورك إلها صفر. لكن المسافة العمودية تعال نشوف، هلا هو كان موقع هون، ارتفع لهون، إذا الديستانس طلع للأعلى ولا نزل؟ طلع للأعلى، تمام؟ فإذا اتجاه الديستانس كأنه للأعلى، إذا من هون لهون، أي من هون إلى هون هذا اتجاه الديستانس، فهذا الديستانس والفورس للجرافيتي اللي هو إيش؟ للأسفل. فهذول القوة والديستانس هم اللي حيطلعوا لي قيمة الورك. أنا ما أجي بحكي الورك إيش بيساوي؟ الورك بفعل الجرافيتي بتساوي الفورس للجرافيتي دوت الإيش؟ الهايت أو الديستانس حسبنا هون، تمام؟ فالفورس للجرافيتي معروف اللي هو M في G، و M عندي أنا كتلته كم؟ 80 كيلوغرام. ضل مين أطلع الديستانس؟ طب هذا الديستانس كيف ممكن أطلعها؟ الآن بدي أستخدم الجيومتري، بدي أستخدم المثلث هذا، أنا عارف طوله 12 متر، أنا عارف هاي الأنجل، إذا بقدر أطلع مين؟ هذا الضلع، مش هذا الضلع اللي أنا بدي إياه الدي، لا أطلع هذا الضلع اللي هون. ليش؟ هي كمل مثلث قائم الزاوية، كمله هون مثلث قائم الزاوية، مش هذا صار مثلث قائم الزاوية، صحيح؟ تعال نسمي هذا الضلع مين؟ واي. هلا هذا احنا اوريدي مسمينه مين؟ دي. إذا بطلع واي، لأنه أنا عندي المثلث قائم الزاوية، هذا 60 درجة، هاي 12، وهذا واي. إذا بجد واي،
بقدر أجديه كيف؟ طب طالما هذا الطول كامل 12، لو وجدت قيمة y بعرف قديش الباقي كيف، بطرح 12 اللي هو كامل ناقص ال y بيعطيني مين؟ distance. إذا دائما وأبدا هاي الأسئلة لما بدك تفكر فيها، أول إشي انتبه على إنه طالب الورك للجرافيتي، والورك للجرافيتي طالما بتطلع لتحت، إذا أنا بدي المسافة العمودية، لأنه إحنا حكينا أي مسافة بتكون عمودية بدي المسافة الفيرتيكال اللي هي الرأسية، أي مسافة لأنه بتكون عمودية على القوة حتعطيني الورك إلى صفر. ففكرت إنه لازم أطلع مين؟ الدستنس هاي. لما فكرت أطلع الدستنس هاي طلعت شو عندي أطوال، شو عندي زوايا، بتروح بتحاول ترسم مثلث، ومن هذا المثلث إيش بتطلع الضلع اللي موجود بالمثلث، ممكن يكون هو نفسه المطلوب، ممكن يكون الجزء الثاني زي ما شفنا هون الدستنس. فعطول أنا باجي بحكي بعد ما أطلع الواي طلعته قبل محاضرتين ذكرنا إنه شو العلاقة ما بين الأنجل هذه، هذا الضلع يعتبر المجاور وهذا الوتر، شو العلاقة هتكون؟ كوسان الأنجل. فالآن باجي بحكي كوسان 60 درجة شو بتساوي؟ اللي هو المجاور على الوتر y على 12. فبتطلع الواي كم؟ ما اقدر اضرب ضرب تبادلي، حط هنا واحد اضرب ضرب تبادلي، فبتطلع الواي تساوي 12 كوساين 60 درجة. تمام؟ اذا بحسبها بالحاسب بتطلع كم؟ كوساين 60 اللي هي نص، فنص ضرب 12 اللي هو 6 متر. فمباشرة بروح بحكي إذا الديستانس دي إيش بتساوي؟ 12 ناقص 6. ليش؟ لأنه حكينا، خلينا مش أكتبها بشكل عام، 12 ناقص مين؟ طالما حكينا هذه كاملة 12 وهذه الواي، إذا الديستانس اللي هي هون 12 كاملة ناقص مين؟ الواي، والواي أوريدي طلعنا عليه 12 ناقص 6 وتساوي برضو 6 متر. خلص مجرد ما طلعنا الديستانس برجع لقانون الورك، باجي بحكي الآن الفورس دوت ديستانس ام جي مضروبه في الديستانس في كوسان الانجل. طيب الان اطلعوا لي على الانجل، شو الانجل ما بين الفورس للجرافيتي والديستانس؟ الفورس للجرافيتي هي اشرنا عليها بسهم لتحت، الديستانس هو كان اسفل وطلع للاعلى اذا ارتفع، فالزاويه ما بينهم طالما انهم متضادين هذول التو فيكتورز معناه الانجل مباشره 180 درجه. فباجي بحط الام اللي هي 80 كيلوغرام، الجي اللي هي 9.81، والديستانس اللي هو طلعناها 6 متر، كوساين 180 درجة. أنا بحسبها بالحاسبة بطلع الإجابة بحسبها الإجابة بتطلع نيجاتيف 4.7 ضرب 10 أس 3 جولز. طبعا 10 أس 3 بقدر أحولها للكيلو، لأنه إحنا نعرف إنه الكيلو اللي هي حرف الكي تساوي 1000، فهاي بتصير إيش؟ كيلو جول وليس كيلوغرام. هذا هو الجواب النهائي. إن شاء الله نأخذ مثال آخر، حعطيكم مثال على الدوت برودكت كيف نجده، مش بهاي الطريقة، الطريقة الثانية اللي هو بطريقة الفيكتورز. أشوفكم في الفيديو القادم، اعملوا سبسكرايب إذا ما عملتوا، واعملوا لايك للفيديو إذا عجبكم، وحاولوا تنشروا بين أصحابكم. يعطيكم العافية.